طبعا الطفولة متقسمة 3 تقسيمات، طفولة مبكرة وطفولة متوسطة وطفولة متأخرة. الطفولة المتأخرة هي دي اللي بتبقى المعبر ما بين مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة. بعد كده بنتنقل على مرحلة المراهقة اللي بتتقسم 3 تقسيمات، مرحلة المراهقة المبكرة ومرحلة المراهقة المتوسطة ومرحلة المراهقة المتأخرة. فاحنا دايما بنحصر الطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة وبدايات المراهقة المبكرة. الحتة دي هي اللي بنسميها المرحلة الانتقالية ما بين الطفولة وما بين المراهقة. طب دي منطقة رمادية، انتوا بتحددوها ازاي كمتخصصين؟ من خلال العمر ولا من خلال الشكل او من خلال الوعي؟ لا، هي طبعا بتتحدد من خلال المرحلة العمرية. يعني مثلا مرحلة الطفولة المتأخرة دي معايا من 9 سنين ل 12 سنة. في السن ده او في الرينج ده الطفل خلاص دخل في مرحلة الطفولة المتأخرة. مرحلة المراهقة بتبدأ من سن من بعد 12 سنة. في بس فرق بسيط او لبس كده، او لا، الامور دايما ما بيقوش واخدين بالهم منه، ان في فرق ما بين البلوغ، مرحلة البلوغ ومرحلة المراهقة. مرحلة المراهقة هو شيء ليه علاقة بالمرحلة العمرية، ولكن البلوغ هو شيء بيولوجي ليه علاقة بالتطورات الجسمية، وطبعا داخل معاه التطورات النفسية. ولكن انا ما اقدرش اقول على المراهق انه بالغ او على البالغ ان هو مراهق الا لو الاثنين اجتمعوا مع بعض. هو من المفروض يعني ان ما يبقاش في ربط ما بينهم، بس احنا دايما في اذهاننا مربوط، او كل الامهات وكمان بعض المتخصصين مربوط في ذهنهم ان البلوغ هو مراهقه والمراهقه هي بلوغ. ولكن انا بس قلت المقدمه دي علشان نوضح للناس ان مش كل بالغ دخل مراهقه. طب انا ليه بقول النقطه دي؟ بقول النقطه دي لان احنا احيانا ممكن يحصل بلوغ مبكر، فالام خلاص فاكره ان هو كبر او هي كبرت، فتبدا تتعامل معاه من منظور مختلف، على العكس ان هو لسه يعني علميا هو جوه مرحله الطفوله المبكره اللي احنا ذكرناها اللي هي معانا لحد 12 سنه. فلو حصل بلوغ قبل 12 سنه هو لسه ما زال طفل، فانا ما اقدرش اتعامل معاه ان هو عدى بمرحله انتقاليه. هو لسه علميا وسيكولوجيا والجانب المرتبط بالخصائص هو لسه مازال في هذه المرحله ثابته، ما اتحركش. مرحله المراهقه المبكره وهي بتبدا معايا من نهايه ال 12 سنه لحد 14 سنه. المراهقه المتوسطه من 14 سنه او من نهايه ال 14 لحد ال 18. المراهقه المتاخره من ال 18 لل 21. فانا معايا 10 سنين تقريبا انا جوه مرحله المراهقه، او 9 سنين معايا. مش كل اللي صلحتي لي، انا فاكر مفاهيم انه المراهقه دول 16 17 سنه لا احنا معانا ال 21 سنه. بعد كده انت بقيت راجل. لا، هو طبعا بيبقى دخل، يعني هو 21 سنه خلاص هو بدانا ندخل في مرحله الرشد، ولكن هو فعليا لحد 21 سنه هو مازال جوه مرحله المراهقه. بعد 21 سنه خلاص انت تمام. طبعا احنا هنعرف دلوقتي واحنا بنتكلم ان انا امتى لازم اتعامل معاه ان هو راجل، وامتى لازم اتعامل معاها ان هي ست. فكده دي مبدئيا مرحله المراهقه معانا 9 سنين كاملين او 10 سنين تقريبا انا جوه مرحله المراهقه. اصعب مرحله هي مرحله المراهقه المتوسطه. ليه؟ لان الطفل في مرحله المراهقه المبكره هو لسه مربوط في ذهنه وفي ذهن الاباء والامهات ان هو طفل. لما بنيجي ندخل على مرحله المراهقه المتوسطه بيحصل صراع فظيع ما بين النمو الجسمي والنمو العقلي. انا شايف جسمي، انا كبرت 14 سنه، انا كبرت، حصل لي بلوغ كامل في الغالب، يعني بنسبه 85% مثلا في المرحله دي بيكون حصل بلوغ كامل. فانا خلاص المجتمع كله بيتعامل معايا ان انا طفل، ان انا كبير. عقلي مازال فيه بقايا طفوله، يعني انا جسمانيا كبير انما عقليا انا لسه عندي حته طفوله. فنلاقي مثلا ولد 14 15 سنه بالغ وميال ان هو مثلا يلعب للاطفال من سن 8 سنين و9 سنين، فبيلقى لوم شديد جدا من المجتمع. الحاله دي انا بوصفها علشان نعرف قد ايه المراهق بيبقى في حاله صراع نفسي، صراع جسمي. هو انا كبرت، انا في حاجات اتغيرت في جسمي، فانا بقيت كبير، فانا بقيت اشبه بالرجل وبقيت اشبه بالانثى، ولكن المجتمع بيتعامل معايا بطريقه وانا دماغي بتجيبني لطريقه تانية، بميل، ما زلت لسه بميل لجوانب الطفوله. النقطه دي توضحها ان المراهق عنده حاله فظيعه من الصراع النفسي. الامهات لما بيحصل ده للمراهق ويبدا يتغير 180 درجه، لان هو في الغالب بنسبه 95% مستحيل يطلع مرحله المراهقه وهو الشخص اللي احنا تعودنا عليه من يوم ما اتولد. يعني مثلا لو كان هادي طبيعته هادي، لا، مرحله المراهقه بتختلف تمام. لو بطبيعته مطيع، مرحله المراهقه بتختلف تمام. بنبدا ندخل بقى في دايره التمرد، دايره عدم الطاعه، دايره ان انا حاسس ان انا راجل وفي نفس الوقت انا لسه عندي في دماغي حتت صغيره، فانا لسه نضوجي الكامل ما كملش، لان هو في مرحله انتقاليه. خصوصا بقى في الحته دي دور الاب مهم جدا جدا جدا، ان هو يدعم المراهق سواء ولد او بنت. ولد او بنت؟ اه طبعا. لا طبعا.
هو بيدعم البنت حبيبة بابا، هي بتبقى الدلوعة. والولد، لانه الولد، طب البنت ليه بتحتاج بابا في مرحلة المراهقة؟ البنت بتحتاج بابا في مرحلة المراهقة لان هي عايزة تحس ان هي مقبولة اجتماعيا. طبعا هي عندها ميول للجنس الاخر، فعلشان ما ابداش ان انا الجأ ان انا عايزة اسمع الكلام ده من حد خارجي، لو الاب عامل اشباع كامل للبنت، دايما بنقول كلام حلو، دايما بنشجع، دايما ايه القمر ده، دايما هديه، دايما بنخرج انا وهي لوحدنا مثلا نقعد في مكان، فهي عندها اشباع عاطفي فمش هتدور عليه بره. في المرحله دي المراهق عايز يحس ان انا راجل وهي عايزه تحس ان انا بنت، هي خلاص اكتملت، نضجت، ادراجها ووعيها زاد. وانا بتكلم في مرحله ان احنا خلاص عدينا ال 15 وال 16، يعني انا دلوقتي سهل جدا ان انا اخد قرار مصيري زي مثلا هدخل ثانوي ايه او هدخل كليه ايه. وده دايما اللي بيبقى فيه صراع ما بين الاباء والامهات عليه في الغالب، ان انا مثلا عايزه تدخل كليه معينه، لا انا عايزه ادخل مثلا حاجه مختلفه. في الحاله دي مطلوب جدا ان احنا ندخل بقى اسلوب معامله ولديه اسمه اسلوب الحوار والديمقراطيه. الاسلوب ده مهم جدا ان انا اعززه وادعمه عند المراهق، لان من غيره انا هخسر المراهق وهخسر نفسي، وفي الغالب هو هيطلع من مرحله المراهقه بمشاكل نفسيه كتيره جدا. فيبقى مهم جدا ان احنا ندعم فكره فن الحوار مع ابني المراهق، ده مهم جدا جدا جدا. لو اتكلمنا على مرحله المراهقه ممكن نتكلم في اكتئاب ونتكلم في قلق ونتكلم في فوبيا ونتكلم في اضطرابات اكل واضطرابات نوم واضطرابات جنسيه، دي كلها بتظهر في مرحله المراهقه نتيجه ان في خلل في اسلوب المعامله الوالديه من الاب والام. اللي حضرتك ذكرته ده اسلوبين خاطئين في المعامله الوالديه، الاسلوب الاولاني هو اسلوب التسلط والتعسف، الاسلوب الثاني هو اسلوب التذبذب في المعامله، تذبذب في المعامله يعني بابا بيعاملني بطريقه وماما بتعاملني بطريقه. دي من اخطر الاساليب، علشان كده احنا بقينا بنشوف على الساحه كم امراض فظيعه عند المراهقين وفي سن مبكر جدا. بنتفاجئ ان 14 سنه وجاي لي عنده اكتئاب، 13 سنه وجاي لي عنده انكزايتي بيتعالج من القلق، عايز ياخد. هو عارف ان عنده اكتئاب، هو حاسس باعراض وبدات ماما تقول لا في حاجه غريبه بتحصل، هو بدا يحس ان هو مش بطبيعته. طبعا لما بيلجا لنا بيبقى هو اتاخر، لان في الغالب بتتفسر تفسيرات تانية. يعني اللي بيلجأوا لنا بيبقى شويه في وعي، شويه دخلت قريت، شويه حسيت ان في اعراض غريبه ظهرت عليا، فانا محتاج ان انا اسال متخصص. حلو جدا. نتكلم الاول على الحمايه المفرطه او احنا بنسميها الحمايه الزائده. دي من اسوأ اساليب المعامله الوالديه، تعادل بالظبط اسلوب العقاب والعنف. اساليب المعامله الوالديه عندنا 8، 4 حلوين و4 وحشين. الحمايه الزائده بتصنف من اساليب المعامله الوالديه الغير سويه، يعني ده اصلا اسلوب غلط. طيب امتى احميه وامتى اقول ان انا كده اوفر وان انا كده بكتفه؟ احميه بان انا اولا احط له رولز في حياته، اتكلم معاه وافهم منه طريقه تفكيره. هو فن الحوار او لغه الحوار هي اكتر حاجه بتبقى درع حمايه لاولادي، ان هو حصل له حاجه فبيجي يحكي لي، حصل له حاجه مثلا فبنتناقش مع بعض، ده مهم. طيب امتى يبقى اوفر؟ اوفر لما انا اقوم بدوره بداله، اروح انا مثلا اخد له قرار بداله، اروح انا اختار له لعبه بداله يلعبها مثلا في النادي بداله، اروح اختار له شعبه معينه في التعليم بداله، اروح اختار له كليه بداله، اروح اقدم له ورقه في حاجه معينه، انا لغيه. دي حمايه زايده، بطلع طفل متكاسل وعمره ما هيقدر يتحمل المسؤوليه. هي انماط الشخصيه، انماط الشخصيه دي بتظهر او بتكون نتاج لمعاملة الأباء والأمهات لأولادهم في مراحل عمرهم المختلفة. فأنا بإيدي أطلع شخص عن ثقة في نفسه، أطلع شخص قيادي، أطلع شخص اجتماعي، أو أطلع شخص سايكوباتي، أو أطلع شخص نرجسي، أو أطلع شخص انسحابي. دي بتبقى راجعة أولا وثانيا وعاشرا لأساليب المعاملة الوالدية. في طبعا عوامل تانية بتدخل زي البيئة، زي المحيط الاجتماعي، زي الثقافة، زي مثلا الاختراب، ان انا كنت في دولة ورحت دولة، دي كلها زي طبيعة او طريقة التعليم اللي الطفل بيتلقاها، كل دي عوامل بتساعده على تشكيل شخصيته. ولكن في الاول والتاني والتالت الاب والام وطريقة التعامل معاهم هي اللي بتطلع عند الطفل بنمط معين. طب هو لان كل شخص ليه شخصية مستقلة. فرويد بيقول ان الشخصية او نمط الشخصية زي بصمة الصباع. هل بصمة صباعنا بتتشابه مع حد؟ مستحيل، حتى لو كان أخويا أو التوينز بتاعي كل واحد ليه بصمة مستقلة ومختلفة ما بتتكررش، زي الدي ان ايه كده، دي حاجة مختلفة. بالظبط نمط الشخصية ده لو الأم عممت طريقة التعامل ثابتة مع كل أولادها يبقى هي هنا أخطأت، لأن طريقة التعامل مع طفل
مستحيل تيجي بنفس الطريقه. مثلا انا عندي طفل اكتف وعندي طفل تاني اقل شويه وكسول، عندي طفل ذكي وعندي طفل امكانياته محدوده، هل ينفع اتعامل مع الاثنين بنفس النمط؟ لا طبعا. طب لو اتعاملت معاهم بنفس النمط ايه الاضرار؟ الاضرار ان انا بولد عندهم ما يسمى بالغيره والعدوان، لان دايما الاكتف هيشوف نفسه قوي والضعيف هيشوف نفسه ان انا مهدور حقي وان انا ماما بتيجي عليا، او هيطلع شخص نقول مغرور او نرجسي لان هو شايف نفسه ما فيش زيه، والتاني هيطلع عدواني ومنسحب وانطوائي وممكن يبقى نمط مكتئب فيما بعد. الطفل الذكي السريع البديهه اللي بيفهم اسرع او بيقلط اسرع، ان انا ممكن اسند ليه المهام اللي بتحتاج لعقل وتركيز. على الجانب الاخر الطفل اللي هو على قده امكانياته محدوده، لازم تدوري على نمط ذكاء جواه يبرش شخصيته، والا هتبقي انت كده خسرتي الاثنين، هتحملي طول الوقت على الطرف الانشط فهيجي عليه وقت وهيزهق وممكن يتحول لنمط انسحابي ويسيب الدنيا كلها انا خلاص زهقت واتخنقت. النمط الثاني يا اما هيبقى نمط اعتمادي فيبقى انا طلعت شخص اتكالي مش عمره ما يعتمد على نفسه، او هطلع نمط انسحابي هيفضل طول الوقت منسحب من المجتمع، ما انا ما بعرفش اعمل حاجه، تقديره لذاته هيقل، قدرته على التمايز ما بين الاشياء هتختفي، مستحيل يقدر يعيش شخص طبيعي. فيبقى انت كده طلعتي اثنين مرات في نفسك. طيب الفرق ما بين نمط الشخصيه واضطراب الشخصيه، على فكره في نمط شخصيه وسواسيه وفي اضطراب الوسواس القهري اللي هو الاو سي دي، في نمط شخصيه ناشطه وفي اي دي اتش دي. طب ايه الفرق؟ او في نمط طفل شقي ومتفاعل وفي طفل اي دي اتش دي، امتى اقول ان ده نورمال وامتى اقول ان ده اب نورمال ويصنف اضطراب؟ نمط الشخصيه هو القدره على التعامل مع المجتمع بكل بساطه، انا قادره اتعامل مع المجتمع بكل شخصياتي لان كلنا مش ستاندر، انا عندي نمط الشخصيه الوسواسيه، نمط الشخصيه الهستيريه، نمط الشخصيه الاكتئابيه، نمط الشخصيه النشطه، نمط الشخصيه القياديه. على الجانب الاخر انا عندي امراض بقى، في الحاله دي بيبقى في شعره فاصله ما بين نمط الشخصيه وما بين المرض. الطفل الشقي احيانا بيصنف اي دي اتش دي لو ما وقعش تحت ايد متخصص او لو فضل تحت عين الام بس اللي هي دايما بتبقى قلقانه وخوافه، لا ده بيتحرك بطريقه زايده، لا ده الناس بيقولوا لي ابنك غريب، ابنك بيتحرك كتير، الكلام ده كله. طيب في الحاله دي مهم قوي 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 ان انا لما احس ان في حاجه غريبه عند ابني الجا لمتخصص. لما هما بيجوا لنا احنا بنعمل ايه بقى؟ هو انا اسف اعتقد انه هو هل وارد انه الاهل يحسوا انه بحاجه غريبه؟ ما انا حماده بيلعب طول عمره كده وبيحب يشخبط على الحيطه، فبالتالي هو ده شايفه هو ده النورمال بتاعه. حلو. فلازم يجي حد من بره اي ثينك ان هو اوبزرف يقول له على فكره ده تصرف مش منطقي. عشان كده انا بقول دايما للمجتمع ان طالما الاب والام قادرين يتعايشوا ومش حاسين ان في مشكله يا ريت احنا نخلينا في حالنا، يعني هي دي النقطه. احنا في الغالب في مرحله الطفوله اللي الطفل ممكن يتعرض له ونقول عليه تروما هو قلق الانفصال، دي حاجة من الحاجات الشائعة. وبرضو علشان أكون واقعية أكتر، كل مرحلة من مراحل النمو ليها تروما مختلفة. نتكلم على أول 3 سنين أكتر حاجة ممكن تتعب الطفل وتعمل له صدمة هو قلق الانفصال، وده ناتج مثلا إن أنا فطمته بطريقة غلط، إن أنا نزلته الحضانة بطريقة غلط، إن حصل انفصال ما بين الأب والأم بطريقة مش صحية، يبدأ يظهر عنده ما يسمى بقلق الانفصال مثلا. يعني ده مثال على مرحلة الطفولة المبكرة. لو دخلنا مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة والمراهقة بيبدأ يحصل بقى اهتمامات أخرى. يعني ليه الطفل بيحصل له قلق انفصال؟ لأن هو كل اهتماماته منبثق على الأب والأم في الوقت ده، أنا ما أعرفش غيرهم، فلو سبتهم هيحصل لي صدمة. ندخل بقى على مرحلة المراهقة مثلا، ممكن تجي له الصدمة مثلا في ذاته في شخصيته، إني مثلا خرجت للمجتمع بشكل المختلف ده وحسيت إن أنا مش مقبول اجتماعيا، خلاص بيجي لي صدمة، بحس ان انا عندي مشكله، بقلق وبخاف، تعرضت مثلا للتنمر، تعرضت مثلا لمشكله ما على مدار حياتي. في الغالب كل الحاجات دي بتظهر في المراهقه، علشان كده احنا بنقول طفوله امنه معناها مراهقه امنه، محتاج علاج. والنقطه دي برده مهمه جدا، في مؤشرات تقول لي ان انا محتاج الجا دلوقتي حالا لعلاج نفسي. انا اتضايقت شويه، ده طبيعي لان ده بيتي واللي انا عشت فيه والظروف الاقتصاديه وتمام. طب الضيقه دي استمرت كتير، عدينا شهر واثنين وتلاتة واربعة وخمسة وستة، عديت 6 شهور وانا لسه على نفس الوضع، بل بالعكس انا حالتي بتسوء. في الحالة دي انا محتاج تدخل.
يعني انا مش اول ما انقل من بيت مثلا كنت عايش في منطقه راقيه واضطر بيا الحال ان انا اتنقل لمكان تاني، او كنت عايش في ممكن مكان دوله اعلى، بس انا حابب بيتنا القديم، حابب ايا كان جيراني واصحابي يعني. بالظبط ايا كان، او انا مثلا حصل زي ما بيحصل لا قدر الله حروب مثلا، فانا سبت بلدي ورحت لبلد تانية، ده اكيد ده بيحصل، ده مصطلح احنا بنسميه الاضطراب النفسي، بيحصل لي خلاص مشكله، ما هو طبيعي، ما انا سبت حياتي كلها وفجاه بين يوم وليله حياتي اتغيرت، فطبيعي ده هيضايقني. امتى بقى الجا واقول ان انا لا فعلا محتاج متخصص؟ لما الحاله تفضل معايا مستمره ومش قادره اتاقلم على الوضع الجديد، عندي اضطرابات في النوم وعندي اضطرابات في الاكل، مش عارف اعيش حياتي، مش عارف اشتغل، مش عارف انتج، مش عارف اتواصل مع اولادي، مش عارف اتواصل مع بابا وماما، في الحاله دي لا انا محتاج اخضع لعلاج. والمقصود هنا مش مقصود بيه علاج دواء بس، مش هروح اديله واكتب له شريط برشام خده هتبقى كويس، لا طبعا. تريتمنت يعني بالعربي، تريتمنت ما اعرفش، مش يعني مش حاجه، لا 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 مش دواء باخده، لا خالص، هو الدواء النفسي هو جزء وفرع من فروع العلاج النفسي. العلاج النفسي ده ليه جوانب كتيره جدا 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 وطرق كتيره جدا. للاسف الناس فاكره ان العلاج النفسي ده خلاص انا كده حصل لي حاجه في دماغي بقى ولازم اروح اخد ادويه او اروح مستشفى. الشخصيه بتاعت المراهق شخصيه انسحابيه او شخصيه انطوائيه، فانا هل ينفع اقول له انت مطلوب منك ان انت تدير اعمالي وشركاتي او تطلع تدي محاضره مثلا؟ انا جاي لي مراهق عنده انطواء شديد، هقول له لا انت لازم تطلع دلوقتي بقى تتكلم قدام اصحابك؟ ما هو انا كده بحطه في لود. فمهم قوي ان انا لما اطلب منه اي حاجه تكون مناسبه لقدراته العقليه، مناسبه لقدراته الجسميه، ومناسبه لنمط شخصيته. طموحاتي بقى مش هتبقى مناسبه لكل ما يحدث يعني. لا هو ما انا عشان كده انا قلت ان مهم جدا ان احنا نتناقش ونتحاور، وهفضل دايما داعيه ان فن الحوار هو افضل اساليب المعامله الولديه.